أبناء الكويت دائما كانوا سببا في رسم السعادة على محيى الكويت من خلال تفوقهم وإبداعهم سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي مع تنوع مجالات هذا التفوق. اليوم يسعدنا أن يكون معنا نماذج مضيئة من أبناء الكويت ممن أثبتوا تفوقهم وإبداعهم بفوزهم بجوائز الأداء التعليمي في مسابقة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وهم طبعا فاطمة عبد الله الملا وعبد الرحمن إرشيد الجاسم. معنا تقرير ونبدأ حوارنا إن شاء الله، خليكم معنا. إذن هذه جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء المتميز للطبع الطالبة فاطمة عبد الله الملا وأيضا الطالب عندنا عبد الرحمن رشيد الجاسم. عندك واحدة مماثلة، مبروكين تستاهلون، ألف مبروك لكم. وطبعا يسعدنا استضافتكم هنا في صباح الخير الكويت، وودي أسألكم مو عن شعوركم بعد حصول الجائزة، أنا متأكد أنكم ما شاء الله طايرين من الفرحة تستاهلون، لكن أبي أثناء المسابقة شنو كنت تحسون فيه؟ فاطمة تفضلي. بالتأكيد كنا نشعر بروح التحدي بين المنافسات الأخريات، كانت المنافسة بين عدة طالبات من دولة الكويت، يعني ليست طالبة واحدة، فكان بالأكيد الشعور مماثل للشعور شوي بالخوف، من داري شنو هي النتيجة، شنو اللي بيكون، لكن الواحد يقدم اللي يقدر عليه وبالتالي التوفيق من الله سبحانه. وطبعا أيضا عبد الرحمن تمثل الكويت في مسابقة خارجية، لا شك أنها مسؤولة كبيرة، فشنو كنت تحس حزتها؟ طبعا كنت أشعر بالفخر، لأن كفاية أنه يطلع اسمك وبعدها يطلع علم الكويت، عفي عليك، هذه كفايه تطلع بمسرح في مسابقات خارجيه وانت تدري ان ارتقاء الامم يطلع مع ارتقاء العلم، خصوصا ان الجائزه كانت بالتميز العلمي. احسنت احسنت. طيب شلون استعديت للمسابقه؟ الاستعداد تم من خلال فتره، طبعا هي الجائزه قائمه على ما قدمه الطالب وعلى عطاء الطالب خلال الثلاث سنوات السابقه، اذا احنا الامور كانت جاهزه للانجازات. الثلاث سنوات السابقه للمسابقه ولا في المدرسه؟ لا لا لا، على حياه الطالب الشخصيه. تمام. هي الجائزة الحين بأي مرحلة؟ الصف الثاني عشر. ما شاء الله. مرحلة ثانوية. فالجائزة تعتمد على إنجازات الطالب، مهاراته، أساليب تنميته لهذه المواهب، لهذه المهارات، دوره المجتمع اللي قدمه من خلال هذه الأمور ومن خلال الشهادات اللي قدمها، وهذه الإنجازات ترفق خلال بحث عن الطالب نفسه وتتوجه يقدمها لمثل هذه الجائزة، وبناء عليها يتم الاستعداد لها، تصنيف هذه الأمور وهذه الإنجازات في بحث يقدم لهذه الجائزة. هذا كان الاستعداد. عبد الرحمن، التحدي كان كبير ثلاث سنوات سابقة وانت أيضا في المرحلة الثانية عشرة؟ نعم. طيب هل كان تحدي لك كبير بأنك انت تحقق، يعني خلينا نقول وتستعد حق هذه المسابقة؟ الاستعداد كان فيه صعوبة لأن لازم تجمع كل اللي سويته خلال ثلاث سنين اللي طافوا، فمرات تحصل صعوبة أنك تبين أدلة حق إنجاز انت سويته. فهذه الصعوبة الوحيدة اللي واجهتني، والوقت أيضا أني أسوي فيه الملف. طيب لا شك بأنكم كنتوا تحتاجون تشجيع والدعم الكبير، فكان مدى التشجيع ايش كثرة؟ والله التشجيع طبعا من الوالدين ومن الإدارات المدرسية، ولكن بشكل عام أنت كطالب، في أي طالب يحقق أي إنجاز في ظل نظامك التعليمي الحالي فهو بلا شك طالب مناضل وطالب مكافح، لأن لا يوجد هناك أي سبيل يشجع الطالب على المشاركة في مثل هذه المنافسات سوى حب هذا الطالب وإيمانه بأن مثل هذه المشاركات هي من ستبني شخصيته، من ستعزز مهاراته، ستنمي مواهبه، وليس الجلوس في الفصول الدراسية. لذلك احنا اليوم يا ريت انه يكون هناك في تشجيع، في اهتمام، مثل جائزة حمدان بن راشد، يعني شو اللي يخلي جائزة لم تكتفي بان تدعم ابناء بلدها، لا، امتد هذا الاثر وامتد هذا الدعم الى الطلبة من دول مجلس التعاون الخليجي، شو اللي يخليهم غير ايمانهم بمثل هذه الطاقات، ايمانهم بهؤلاء المبدعين، لذلك احنا يا ريت انه يكون في دعم، يا ريت انه يكون في تشجيع. عبد الرحمن، لمست التشجيع خلال هذه السنوات والاستعداد للمسابقة؟ طبعا مثل ما قالت الاخت فاطمه، الوالدين اكيد لهم الفضل ان اكمل في والمسؤولين في التربيه، المسؤولين اللي هم مثل الاستاذ علي والابله شريفه اللي هم مسؤولين على الجائزه. بس نوضح من هم الاستاذ علي وابله شريفه؟ في لجنه قائمه بالكويت. نعم. غير اللي بالامارات. نعم. هم اللي يساعدونك في تنظيم الملف، هم اللي يقولوا لك مثلا خلص الوقت حق الملف، ينبهونك عن الاشياء اللي قاعد تصير بالجائزه، فهذول ما قصروا معانا، بس مثل ما قالت الاخت فاطمه انه لازم يكون في اهتمام وتكون جائزه بالكويت تهتم بالمبدعين، غير عن الجوائز اللي قاعد ناخذها من الخارج. بالنسبه لمجال الجائزه اللي شاركتوا فيها، نتحدث عنها؟ الجائزة هي طبعا تعنى بالاهتمام بجميع المعنيين في المجال التعليمي. في هناك أكثر من فئة، في فئة المنافسات المحلية إذا تكلمنا احنا
كنا منافسات دول مجلس التعاون الخليجي، هناك أكثر من فئة، فئة الإدارة المدرسية، فئة الطالب المتميز، فئة المعلم المتميز اللي فازت فيها الأستاذ منيرة الهاجر من دولة الكويت. أما الجائزة اللي أنا وعبد الرحمن فزنا فيها هي جائزة الطالب المتميز، مثل ما قلت لك تعنى بتكريم عطاء هذا الطالب اللي المنجز وما قدمه خلال السنوات الأخيرة من إنجازات، من تنميته لقدراته ليكون طالب متميز. إذن عبد الرحمن هو كان عمل مشترك حتى تفوزوا بهذه الجائزة؟ أنا بالنسبة لي عشان أسوي الملف كان عندي فريق بثانوية حمد عيسى الرجيب، فما سويت ولا شيء بروحي، ما أدري عن فاطمة صراحة. طيب وشلون تم الالتقاء بينكم والتنسيق من خلال طبعا وزارة التربية والمشاركة في هذه الجائزة في دولة الإمارات؟ أنا كنت من الناس اللي مو مرشحين وزارة التربية، أنا رشحت نفسي حق وزارة التربية. ممتاز ممتاز. كان الترشيح وقته تقريبا يعني كان ضيج إنه خلاص لازم أسلم الملف، فالحمد لله قدرت إني أسوي الملف بسرعة. فاطمة تبتسمين؟ لأن نفس اللي صار معاي أيضا، أنا اللي رشحت عمري لهذه الجائزة وكانت في آخر أيام التسجيل، فالاستعدادات اللي قبلها ما حضرتها، فسبحان الله قدمت آخر طالبة يمكن، والحمد لله والحمد لله نفس الطريقة وحصلنا على الجائزة. فشيء طيب. ذكرت بأن كان معاك يمكن فريق أو شيء، فبالتالي أبي أهمية العمل الجماعي في مثل هذه الأمور. طبعا ما جربت أني والله أشتغل بروحي في مجال البحوث العلمية، لأنه راح تحصل أن الشيء صعب بالنسبة لي، خصوصا أني كطالب وبثانوية، لما يكون مثلا أنا مشغول أقدر أعطي زميلي اللي معاي بالفريق أنه يكمل شغلي. فالجائزة اللي هي تعتبر إنجاز فردي، أنا ما أعتبرها إنجاز فردي، أنا أعتبرها إنجاز حق كل من ساعدني خلال مسيرتي الثلاث سنوات واللي قبلها أيضا. مثل من؟ وتحب تذكر بعض الأسماء؟ ولا ما يحضرك؟ أستاذ عماد رئيس قسم الكيمياء عندنا بالثانوية، أستاذ فهد المضاح كمدير المدرسة، وأيضا الفريق كله اللي أشتغل معه. وفاطمة؟ يمكن أنا عكسه، يمكن كان الجائزة فردية، ولكن بمساعدة الأستاذة هناء سمير معلمة اللغة العربية، كانت الدعم الأول في كل المشاركات الدولية اللي شاركتها، مو بس جائزة حمدان، فكانت هي الدعم الأول لفاطمة. طيب أكيد ما راح توقفون عند هالجائزة، فبالتالي شن هي المشاركات المستقبلية، أو خلينا نقول هل موجودة النية للمشاركات المستقبلية؟ إن شاء الله احنا أنا مخطط إن شاء الله أول ما أخلص من الثانوية أكمل دراسة هندسة بيئية أو كيميائية، وإن شاء الله أكمل بالمسابقات، مثلا إذا درست ببريطانيا أكمل بالمسابقات ببريطانيا وأنسق مع الفريق اللي أنا قاعد أشتغل معه بالكويت وأمثلهم هنا. هذا الفريق راح يكون معاك طول الخط إن شاء الله. إن شاء الله. فاطمة، هل من خطة مستقبلية المشاركة في أي فعاليات أخرى تربوية؟ إن شاء الله، إلى جانب الأكاديمي طبعا الجامعة وما إلى ذلك، حابة أني أشارك في إن شاء الله مخططة حق MUN اللي هو نموذج محاكاة الأمم المتحدة، بطولة المناظرات الدولية، إن شاء الله حابة أني أخوض فيها في الجامعات في البطولة الدولية. نموذج الأمم المتحدة هذا موجود عندنا في المدارس الحكومية، لأن ندري أنه موجود مدارس خاصة. مو لهذا السبب أتمنى أني أخوضه في الجامعات، لأنه غير موجود عندنا حاليا. زين، سؤال أخير، طموحك وين، شنو تبي تصير بالمستقبل، شو تبي تسوي وانت الحين في يعني المرحلة الثانية عشر؟ إن شاء الله أوصل حق مرحلة أني أكون دكتور يدرب الفريق، مثل ما إحنا عندنا دكتور في تخصص هندسة، في الهندسة البيئية أو الهندسة الكيميائية، بحيث ما أقعد بروحي بالمكتب وتيل لي أشياء أوقع عليها بس. أبي أطلع أشتغل في المختبرات، أطور من الأشياء اللي إحنا قاعد نشوفها سلبية بالدولة. ممتاز. فاطمة؟ إن شاء الله ناوية على الهندسة بإذن الله، وتطور فيها إلى جانب الجانب الأدبي، حابني أنمي أيضا فيني. شلون هندسة وجانب أدبي؟ أنا حصل على الثالث فصحاء العرب ما شاء الله عليك بالجامعة الدول العربية في القاهرة، فأنا عندي جانب أدبي من ناحية الكتابة، من ناحية الخطابة. واضح واضح ما شاء الله من أسلوب كلامك. الحمد لله. فلذلك الجانب العلمي مهم، وهذا راح تكون دراستي، لكن تنمية الجانب الأدبي لابد منه بالنسبة لي. ممتاز. شو اللي تبونه بنهاية اللقاء؟ نبي شوي يزيد الاهتمام في الطلبة المتميزين من قبل وزارة التربية؟ من قبل وزارة التربية، لأن ما يصير أني أنا أطلع كطالب متميز لما تشوف إنجازات الملف تقريبا كلها إنجازات مجهود فريق أو مجهود شخصي. ممتاز. ما في أي مساعدة من وزارة التربية. فأشوف أن الاهتمام بالطلبة الآخرين اللي بيون السنين القادمة شيء مهم صراحة.
أنا أكد على كلام عبد الرحمن، بالتأكيد الاهتمام هو واجب يا جماعة، إحنا ما نطلب شيء مستحيل، هذا واجبك أنت كمسؤول أينما كنت. حتى إحنا من وزارة التربية دعم هؤلاء الطلاب، تنمية مثل هذه المواهب ما راح تحققها أنت إنك تحبسهم 7 ساعات من المدرسة، مستحيل. نظامك التعليمي لازم أن يعدل، لازم تكون هناك صحوة لدعم مثل هؤلاء الطلاب، ما راح تقدر أنت تنمي مثل هالقدرات في نظامك التعليمي الحالي، هذا أمر واقعي. كذلك نتمنى دعم التلفزيون الحكومي، يمكن كانت تحز بخاطرنا يوم احنا كنا في الجائزة، كانت هناك تنقلهم في النشرات الإخبارية، التواصل، التغطية لمثل هذه المشاركات، هذا اللي احنا نتمناه. سلطوا الضوء على هؤلاء المبدعين من أبناء بلدكم، هذا هو الواجب. تستاهلون كل خير طبعا، ونحن إن شاء الله ما راح نقصر وياكم، ويمكن هذه الاستضافة أيضا جزء من الموضوع، ودائما على الرحب والسعة، وإن شاء الله راح نتابع أيضا كل فعالياتكم. وبلا شك طبعا وزارة التربية أكيد يعني أيضا تبذل كل جهد في هذا الصدد، فشكرا وكل التوفيق لطلبتنا الفائزين بجائزة الأداء التعليمي المتميز بمسابقة حمدان بن راشد آل مكتوم. كانت معنا فاطمة عبد الله الملا وعبد الرحمن رشيد الجاسم، موفقين إن شاء الله. فاصل نواصل معاكم، صباح الخير يا الكويت.